الاتفاق الذي عقدته مع الغرب على أنه انتصار لها، إلا أن الواقع يؤكد أن طهران قدمت تنازلات كبيرة. التقرير لربيع شنطف. لقد اتفق الشيطان الأكبر مع محور الشر، عبارة رددها كثيرون كتعبير ساخر على الاتفاق الأمريكي الغربي مع إيران والمتعلق بالملف النووي. هذا الاتفاق الذي نضج بعد تنازلات كبيرة قدمتها إيران اعتبرته الوسائل الإعلامية التي تدور في فلك ما يسمى بمحور الممانعة بمثابة الانتصار لطهران. يعني ما بدي ميل للرد على الأصوات التي تقول أنه إيران يعني حققت انتصار وإنجاز. إيران تنتقل من مجتمع أو من دولة، من نظام إيديولوجي كان يعتبر الغرب هو الشيطان الأكبر، إلى مرحلة أدرك أنه لا يمكن أن يعيش في هذا العالم بمفرده بل بالانفتاح عليه. نلاحظ حتى اليوم الإيرانيين إلى أي مدى عم بيطالبوا الغرب أنه يجي يستثمر بإيران، بوقت أنه كانت فكرة استثمار الشركات الأجنبية كانت مسألة تعتبر شيطانية، أنه لا نحن بدنا نعمل اكتفاء ذاتي. هذا الاتفاق بعمقه هو انتقال إيران من المشروع الإسلامي والتبشير بالصحوة الإسلامية في العالم والثورة الإسلامية وبالخيار ما تسميه الخيار الثالث إلى الإقرار بالدولة القومية، الدولة الفارسية. لا شك أن للاتفاق التمهيدي الذي خرج من لوزان انعكاسات على المنطقة، خصوصا في الدول التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لولاية الفقيه. قد يكون من المبكر الآن الحديث عن تأثيرات هذا الاتفاق. إيران شعرت للمرة الأولى أن هناك التفافا عربيا وبأدق التفاف سني شامل غير مسبوق حول المملكة العربية السعودية. يعني اجتمع الإخوان والسلفيين والتيارات، وهذا ما حصل بكل تاريخ العربي الحديث. إيران أصبحت اليوم لا تستطيع برأيي أن تكون في موقع العداء لطرفين، الطرف العربي والطرف الدولي. مني ميال إلى أنه نحن رح نشهد بالمعنى استراتيجي تصعيد، لأنه هذا الاتفاق بيعكس أنه في تبريد للأجواء. ممكن يصير توتر بسوريا وما يصير توتر بلبنان، يصير هدوء شوي بالعراق وتتوتر بسوريا. صحيح أن إيران سوف تحقق طفرة اقتصادية في حال رفعت العقوبات الدولية عنها، لكن صحيح أيضا أنها سوف تنهي حلما لطالما راودها وهو امتلاك أسلحة الدمار الشامل. على وسائل